السلام عليكم، كيفكم شباب؟ شباب خير. اليوم جبنا لكم مقطع جيفي بلعبة ركب زفر وبي 3 بالتحديث الجديد الرقم 0.47.2. هذا التحديث يا جماعة بنسخة بيتا، نسخة تجريبية. لحد الآن في كتير ناس ما نزل عندهم هذا التحديث، فإن شاء الله بينزل عندكم بخلال الساعات القادمة أو بخلال الأيام القادمة. في كتير ناس شفتهم قالوا لي إنه نزل عنا التحديث الجديد وهيك، فيمكن يكون عندهم النسخة التجريبية او مفعلين الاشتراك التجريبي في قسم الجوجل بلاي، فان شاء الله بينزل عندكم بشكل رسمي وبتجربوا التحديث وبيعجبكم ان شاء الله. فاليوم يا جماعه مثل ما شايفين معنا شاحنة الرينو القصة او الشاصية الصغيرة مثل ما شايفين، وعليها الحمولة او التريلا القصيرة الجديدة. فبالحلقة السابقة مثل ما شفتوا طلعنا في التريلا الدبل، قلت لحالي ان شاء الله رح اجرب كمان التريلا القصيرة مثل ما شايفين لون احمر خرافي. فاليوم يا جماعه قبل ما نطلع على الطريق خلينا نورجيكم قسم الجرافيك تبع اللعبة عندي. مثل ما شايفين قسم الجرافيك عندي بهذا الشكل، يعني فول اوبشن، يعني ولا غلطة. فرح نشوف الجرافيك، نشوف اداء اللعبة مع بعض، هل يا ترى رح يكون في مشاكل او لا مثل ما صار معي بالحلقة السابقة. الحلقة السابقة يا جماعة كنت محيطط الجرافيك على الهاي وبنفس الوقت حيطت شوي هيك مخفف وكذا، لاني في بعض الاحيان عبتجي على النقط الحدودية بتلاقي بصير في بعض اللاج وبصير في بعض التقطيع وكذا. فان شاء الله بهذا المقطع ما يصير هذا الشيء ونشوف الوضع مع بعض. فلذلك يا جماعة الخير قبل ما ابدا المقطع لا تنسوا رمز الصلاة على النبي واللايك والاشتراك في زر الجرس لتصلكم كل جديد، وهم الشيء دعاء لاخواننا في غزة ودعم كل القناة. والله يا جماعة بترككم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. وبسم الله ما شاء الله خلينا ننزل الفريل الايد ونطلع على الطريق. ويا ما شاء الله على الرينو شيء حلو والله. الله يا مدير، بسم الله. شايفين في الوضع يا جماعة الخير؟ اليوم راح نطلع طبعا حيطت انا اليوم بالازرار بهذا الشكل، يعني بالحلقات السابقة كنت اخفي لكم الازرار واعدل شوي وهيك، فاليوم راح نلعب شوي هيك بالازرار. طبعا مفعل الريتاردر والوضع مثل ما شايفين قدامكم، ان شاء الله ما يصير ولا مشكله معنا مثل ما شايفين قدامكم. لحد الان ما في لا تقطيع لا في لاج ان شاء الله. طبعا بهي المدينه بين زوريخ وبين مدينه نانسي في كثير حدودات وفي كثير اشياء جديده مثل جسور مثل ما شفتوا الجسر اللي مرينا عليه، وبنفس الوقت في نقاط حدودية كتير واستراحات واشياء كتير، ومثل ما شايفين الاشجار على الجهتين على اليمين واليسار. مثل ما شايفين في هيك بعض الاحيان بصير في دروب اف بي اس او هيك شيء، ما بعرف اذا لاحظتوا. فمثل ما شايفين جينا على هاي النقطة الحدودية والوضع يا عين يا عين. يا عين عليك. هاي طويل ايد، توكلنا على الله. خلينا اليوم نشوف هاي الكاميرا، هاي الكاميرا اللي على السطح. في هاي الكاميرا كمان ضفتها جديد، كنت مالي ضيفها من قبل مثل ما شايفين الوضع تمام. يا اخي اللعبة كل ما العب تصير اجمل واجمل عن جد. حلوة يا اخي والله حلوة، يعني للوهلة الأولى بتحسها لعبة اليورو تراك سيميليتر 2. مظبوط يا جماعة، ما ناقصة غير الأونلاين وينضاف عليها سيارات، نضاف عليها هيك شاحنات جديدة كمان، الإكسسوارات الداخلية تبع الشاحنة، يعني هالأشياء هاي. وعن جد بتصير اللعبة خرافية أكثر من هيك. ماشيين طريقنا على اليمين، شفتوا أكيد الإشارات المرورية مثل هدول الأسهم مثل الإرشادات وما إرشادات هدول المرورية، طلعوا كتير حلوات كمان. وإذا بتلاحظوا هيك ضيفينا أزهار، ضيفينا أشجار جديدة على الطرق، وضع صاير تمام التمام. ماشيين قدامكم. طبعا في ناس قالوا لي إنه ما نزل عنا التحديث اللي هو 0.47.2، إنه لحد الآن واقفة عندهم على 0.47.1، وفي ناس قالوا لي لا نزل عنا وهيك. فيا جماعة الخير التحديث بما انه نسخة تجريبية في بعض الاحيان بصير في تأخر بين النزول وهيك، وفي احيان ما بينزل عندكم احيان هيك، لان هي خطة تجريبية عرفتوا كيف؟ فهي النقطة يا جماعة يعني بتصير عرفتوا؟ ما شايفين هون في عندنا نقطة حدودية ثانية. والله يعني هالمدن هي خرافية، انا عجبتني كثير يا جماعة. هون رح ندفع يمكن فلوس
على جهة يمين يمكن ممر هيك فورا بمشيك بسرعة، ما بعرف شلون. ماشي، فينا على الطرف اليمين في عنا استراحة رح ندخل فيها، شو رأيكم؟ في عنا حدا على اليمين؟ ما في حدا. شغل اليمين بغمازك، شايفين المناطق هي ما احلاها. بس انا وين دخلت هالدخلة هي؟ طريق كثير ضيق. مثلا انا برأيي لو كان ضيفين ميزة انك تقدر تنام بداخل الشاحنة، يعني ما في داعي انك تروح توقف على نقاط معينة وتوقف وتصير مثلا تنيم السائق وهيك. الافضل انه يخلوا السائق ينام بالكرسي الخلفي، مثلا تفتح الكاميرا هيك تضغط هنيك مثلا على الكرسي او على التخت وتروح تنام هنيك، عرفتوا؟ مثل ما شايفين وصلنا على النقطة اللي بحبها انا كثير، غالبا تكون هي يا جماعة هي نقطة الاستراحة الكبيرة. مثل ما شايفين قدامكم الوضع خرافي. هذا كوين داخل الدخلة هي معلم؟ اعطينا زمور. ماشي، في قدامكم هاي الكاميرا اللي على السطحية، في الوضع ما أحلى. يا أخي والله فنانين 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 يلي اشتغلوا على التحديث، يعني ترفع لهم القبعة عن جد يا جماعة. شايفين؟ بالحلقة السابقة كنا بهذيك الجهة، بس بهالحلقة رح نشوف الجهة هاي. طبعا اثنيناتهم نفس الشيء، وشايفين يعني في كمية كبيرة من النقاط تبع النوم، بتروح هون وبتنام. طبعا شايفين قدامكم وضع فل، الوضع فل فل حرفيا. ما شايفين قدامكم هاي النقطة، إذا تتذكروا كان في عليها صورة أول ما نزلت. ما شايفين؟ يعني عن جد حلو. شو رأيكم ننهي المقطع بهذا المكان؟ ما راح أطلع أفتل كثير وهيك. بنوقف هيك بشي مكان ونتمعن بهالمناطق هاي الجميلة. خلينا هيك ناخذ جولة في المكان هذا، عن جد شي حلو. شايفين؟ حتى هنيك في عنا جسر، وين بيوديها ترى؟ والله شي حلو يا جماعة. يعني التحديث ولا غلطة ولا غلطة معلم، شي رفع. شلون الوضع يا شباب؟ واح كسر معلم كسر. والله ما عم تكسروا هذولي. على هيك نقدر مثلا شي يوم نقدر مثلا نفتح نحن التريلة تبعنا ونسكر وهيك، تطلع فخمة. ما يا جماعة هون تريلتين دبل، هذا هو الوضع يا جماعة الخير. والله بنقدر ننتقل للطرف الثاني كمان، تعال نشوف هذاك الجسر يودينا على الطرف الثاني. حلو والله، روح الرينا والله كثير خفيفة يا جماعة. شوف لي على المنظر ما أحلاه من فوق، ياب على الجمال. والله شي حلو يا جماعة الخير. انتقلنا للجهة الثانية. ربطنا الشاحن، هذا هو الوضع يا جماعة الخير. ان شاء الله يكون استمتعتوا. خلينا نصف الشاحنة تبعنا هيك بشي مكان هون او هون وننهي المقطع، لاني يعني مالي حابب اطلع من هالمنطقة هاي الله وكيلكم. فبالشكل هذا يا جماعة الخير مثل ما شفتوا وصلنا معكم لنهاية المقطع، وتحياتي لكم. والله يا جماعة لا تنسوا مصلحة نبي ولك اشتركوا في زر جرس كل جديد، واهم شيء الدعاء لاخواننا في غزة
ودعمكم للقناة، والله يا جماعة بترككم بأمان الله وسلام.